شاء الله من المشاريع الجميل اللي لفتت انتباهي ونفسي قطنة. مشروع طيب ما شاء الله، هدايا، أشياء تراثية، أشياء جمالية. جزاهم الله خير، تنسيق رائع جميل ما شاء الله، بالأفكار زايد بالجبل الأخضر. لما يجي مثل هذه الأشياء شقة يأتي مرة أخرى، أشياء أيضا في المجالس للرحلات للأعياد، هدايا جميلة. جزا الله خير صاحب المشروع على هذه الأفكار الرائعة. فعلا الجبل الأخضر يحتاج لمثل هذه المشاريع الجاذبة والجميلة والرائعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والنجاح وتطوير مثل هذه المشاريع الجميلة الجاذبة.